بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. خش نعمل لكم تقرير بأسعار البقر العشر والعزب العشر يا جماعة. النهاردة الخميس 4/4/2024، النهاردة يوم مميز ويوم كله بركة بالصلاة على حضرة النبي. خش نشوف أسعار العزب العشر والبقر العشر يا جماعة. الصلاة على النبي. ناخذ بتاعة المعلم عبد الرحيم دي في الأول. معلم عبد الرحيم، إيه أخبارك يا معلم؟ أه يا أستاذ أحمد. إيه سنة يا معلم؟ كاس أربع سنات. كاس أربع سنات. أه كاس كاس أربع سنات. مشاهد يا عم. الصلاة على النبي تبارك الله. ما عاد الصلاة على النبي. كاس أربع حد الصلاة على النبي. هذا يا جماعة بالصلاة على النبي ما شاء الله. قلت لي سنة كم؟ أربع سنات. أربع سنات. والعشرة كم؟ العشرة خمسة يا عم. العشرة خمسة. آه. فلوس ولا بيع عشرة؟ والله العظيم يا أستاذ أحمد إحنا أخذناها هي وأخوها مع عجلنا. دي ما حدش قال فيها، قلت له والله إحنا موقف وعسى طلع خمس شهور. بالصلاة على النبي. آه. يا عم، يعني أنتوا واخذينها لحم؟ واخذينها لحم يا عم. الله يسهل لكم الحال يا عم. الله يسهل لكم رزقكم يا عم. واخذينا لحمه يا جماعه طلعت عشر. هذا هنا الرزق في السوق يا جماعه، هذا الرزق. بالصلاه على النبي ما شاء الله. كم التليفون يا معلم ابراهيم؟ 011 يا استاذ احمد. 3 4 9 0 4 6 2. بالصلاه على النبي. اي يا جماعه على الصوره طلعت عشر خمسه. هنا الرزق يا جماعه، واخذها لحمه طلعت له عشر خمسه. لو ما زادتش تزيد لها 10,000 في البيع والشراء. لو ما زادتش هتزيد لها يا عمي 7,000 رزق. الله يسهل له. الصلاة على النبي. يمين لو عليهم حتجيبهم. نورين عم ناصر، الله يوسع عليكم يا رب. عشر كام ده حي؟ خمسة وخمسة. صلاة النبي. عشر خمسة وخمسة وسنه من نبالة يا جماعة. الصلاة على النبي تبارك الله. والفلوس يا حي؟ 108 يا حي. الاثنين ب 108 دول يا جماعة. ايش بدي عم ناصر؟ 108 دول. الصلاة على النبي. الاثنين مع بعضيهم دول يا جماعه ب 108 مع بعض. عشر ده يا معلم؟ عشر فوق سبعه. عشر سبعه؟ صلاة النبي. عم رمضان جاي لك. جاي لك حالي. صلاة النبي. ايش سنة يا معلم؟ قافل على الاول؟ العشر سبعه. الولد الثاني. كم الفلوس يا معلم؟ 64. 64 يا جماعه. الولد الثاني. غير بيقول الولد الثاني. صلاة النبي. 64. كم التليفون يا معلم؟ لا هذا مش حافظه. ولا حافظ. الله يوسع عليك عم. مشيها كده يا اخي، مشيها كده. صلاة على النبي. هاي يا جماعه بقره واسعه وبقره خشمة عالية، خشب كله مظبوط فيها. رغم كل ده يا جماعة عارفين وجعانة شوية، يعني هي مش ناقصة حاجة. الصلاة على النبي يا عم. الله يبارك لك فيها عمدة. متشكرين. يوسع عليك. فين يا معلم رمضان؟ ايه سنة ده يا معلم؟ كاس ريوز ده يا جماعة. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. العشر كام فيها؟ ها؟ عشرة كام؟ فاضية؟ عشر دي حق على كده؟ ها؟ عشر دي؟ فاضية. فاضية الصلاة على النبي. العشر كده ولا كده بقى؟ ها؟ العشر كده ولا كده؟ العشر كده. كده؟ ماشي يعني. في رمضان السواق بتتلخبط يا جماعة، ولا بنبقوا عارفين العشر من فين، من اللحم كله بيبقى داخل في بعض. الصلاة على النبي. عشر دي يا خال؟ عشر خمس شهور. الصلاة على النبي يا عم. عشر خمسة دي يا جماعة. اللهم صل على النبي. سنة قافل على كده ولا؟ رباعي. كسر أربعة. صلاة النبي يا عم. يعني قافلة؟ لطيف يا راجل.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كم فلوسها هاي؟ 55 أيام. فلوسها 55 صلاة النبي. شهرين والثالث أيوة. عشر شهرين والثالث. أما يا محمد مرتاعة من غير ما تقول. عجلة حلوة فرطية. إيه سنة عليك ده حي؟ سنة إيه؟ ستة. كسر ست سنات. كسر ست سنات. خمسة وخمسين ومية فلوس أيضا. 55,100. بس النهاردة يا جماعة النهاردة يعني تلاقيها أسعار قديمة. النهاردة في أسعار حلوة كتير في السوق يعني 55,100 عشر شهرين دي غالية عشان تاخد بالك برضو. للعلم يا جماعة السوق دي اللي هو سوق الخميس دي يعني ده يبقى آخر سوق قبل العيد. السوق الجاي يعني إن شاء الله تبقى الخميس اللي جاي هنبقى في العيد. يعني كل عام وأنتم بخير، كل عام وحضراتكم بخير، يا رب ويجعلوا عيد مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. إن شاء الله. شوف دي مع المعلم عادل. مش ب 67 60 ولا 60 هذا هو حجنا. العشر كام يا معلم عادل؟ 10 5 الرجال من 60 ونص شهر. 62 يا زعيم. عم احنا قاعدين 65. والله رجعت 62 ونص. شو هذي السن يا عم؟ خلي عني يا حاج. عشري ده معلم؟ لا والله في طلوب. في طلوب لبن يعني؟ لبن. كم لبنها معلم؟ تأكل كل جعانة. كم فلوسها؟ لا خليها عينة بس قطمت عينة سمح حشو صلاة وجاي يعني قطمت عينة الوجاي. ما وقعتش يعني بعد عينة؟ عينة لك سمح الله ما حشو صلاة. يا مسهل يا رب يا مسهل. الله يسهل لك الحال. ده كان تقرير البقر العشر والعزب العشر. يا جماعة استكفوا بهذا القدر ونعوضها لكم في الثلاث اللي جاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.